السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة مصر التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج في بيتنا مدرسة. قبل ما نبتدي حلقتنا أحب أهنيكم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعده الله علينا بالخير واليمن والبركات. النهارده حلقة جديدة من حلقات برنامج في بيتنا مدرسة، والنهارده حلقتنا عن بلدنا الحبيبة مصر. هنعرف خبايا كتير عن التراث المصري، هنعرف أسرار كتير عن الحضارة المصرية القديمة، وكمان هنعكس العديد من العادات والتقاليد والقيم للشعب المصري في مراحل مختلفة من الزمن. هنبتدي مع بعض النهارده حلقتنا بعنوان لمحات من التراث المصري. قبل ما نبتدي نتكلم عن التراث المصري، تعالوا الأول نعرف مع بعض كده معنى كلمة تراث، وده هيظهر لنا على الشاشة دلوقتي. كلمة تراث أو مفهوم التراث هي الآثار المادية أو الفكرية التي خلفها الأجداد عبر العصور السابقة. طبعا هو أسلوب حياة بيعكس عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات. يعني ببساطة كده التراث هو أسلوب حياة الشعب اللي بينعكس من خلاله العادات والتقاليد والمعتقدات. طيب احنا هنسأل نفسنا سؤال دلوقتي مهم جدا، هو احنا نعرف منين التراث المصري؟ نقدر نحصل ازاي على التراث المصري؟ عندنا 5 مصادر أساسية نقدر من خلالها إن احنا نستخلص التراث المصري ونعرف قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري عبر العصور السابقة، وطبعا ده من خلال آثار مادية أو آثار فكرية، يعني مجموعة من الأفكار. طب تعالوا نشوف مع بعض كده إيه هي أهم المصادر اللي هنحصل من خلالها على التراث المصري. عندنا الأمثال الشعبية، عندنا كمان المواقع الأثرية، في حاجة اسمها الموروثات الثقافية، كمان عندنا الأساطير والفولكلور. هناخد كل عنصر من العناصر دي بشيء من التفصيل ونفضل نشرحها مع بعض لحد ما نوصل للقيم والعادات اللي موجودة في هذه المصادر. أول مصدر عندنا من المصادر اللي منتشرة جدا في التاريخ بتاعنا هي الأساطير. طبعا التاريخ المصري القديم مليء بالعديد والعديد من الأساطير المصرية اللي بتعكس الكثير من العادات والقيم والاتجاهات. طيب الأول كده قبل ما نتكلم عن الأساطير وإيه هي الأساطير اللي وجدت في التاريخ المصري القديم، هنتكلم عن مفهوم الأسطورة. يعني إيه كلمة أسطورة؟ الأسطورة هي كلمة لاتينية. طب معناها إيه؟ معناها أشياء يجب أن تقرأ. طب القصة دي أو الأسطورة دي كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن حكاية تقليدية بتروي أحداث، الأحداث دي بتكون خارقة للعادة، يعني حاجة كده العقل ما يقدرش يتقبلها ببساطة. طب وإيه كمان؟ دي ممكن تتحدث عن أعمال الآلهة، ودي طبعا خاصة بالحضارة الفرعونية، أو إنها تتحدث عن الأبطال وبتعبر عن معتقدات الشعوب. عندنا أمثلة كتيرة جدا في التاريخ المصري القديم اللي بيكلمنا عن الأساطير، منها أسطورة إيزيس وأوزوريس. أسطورة إيزيس وأوزوريس هنلاقي إن هي أسطورة بتتحدث عن آلهة، بتتحدث عن الإله أوزوريس، بتتحدث عن الإلهة إيزيس، ودي كده قصة أو أسطورة خارقة للعادة بتتحدث عن آلهة. طب قلنا ممكن بعض الأساطير الأخرى تكون بتتحدث عن أبطال وعن أعمال الأبطال. من أشهر برضو الأساطير أو القصص اللي موجودة في التاريخ المصري القديم كان عندنا قصة سنوحي. ده كان بطل من الأبطال اللي موجودين في الجيش، وكان مرتبط جدا بأرضه وبحبه لأرضه، وبرغم أنه وقع عليه ظلم شديد واضطر أن هو يسافر ويسيب مصر، إلا إن هو في النهاية قرر إنه يرجع ويعيش في أرض مصر ويتحمل أي مصاعب في سبيل إن هو يدفن في هذه الأرض. يبقى احنا عندنا الأسطورة تاني، هي كلمة لاتينية بمعنى أشياء يجب أن تقرأ، لازم تكون بتروي أشياء خارقة للعادة أو خارقة للطبيعة، بتتحدث عن
أعمال آلهة أو عن الأبطال، ومن خلال الأساطير نقدر إن احنا نعرف المعتقدات للشعوب. الصورة اللي قدامنا هي صورة لأسطورة شهيرة جدا، هي أسطورة إيزيس وأوزوريس. دي أسطورة احنا هنتناولها بالتفصيل ونقعد نحكيها مع بعض، وكمان نعرف من خلالها القيم والمعتقدات اللي كانت موجودة أو بتحتوي عليها هذه الأسطورة. الصورة اللي قدامنا كده هي بتوضح لنا إيزيس مع زوجها أوزوريس وابنهم حورس اللي هو موجود على شكل صقر. كمان الصورة دي هي صورة للإله أوزوريس، وبتجمعه هذه الصورة مع زوجته الإلهة إيزيس. أسطورة إيزيس وأوزوريس احنا بنقول عليها في التاريخ إنها أسطورة الحب الأولى. احنا عندنا حكايات كتيرة قوي عن الحب في التاريخ زي قيس وليلى وعنتر وعبلة، لكن أسطورة إيزيس وأوزوريس حظت بشهرة واسعة جدا رغم انها حصلت في فترات زمنية سابقة وبعيدة قوي عن الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الا ان احنا بنلاقي ان الأسطورة دي ما زالت بتوصل لنا، وما زال الكثير من الكتاب في التاريخ والمؤرخين بيتحدثوا عن هذه الأسطورة. طب أسطورة إيزيس وأوزوريس زي ما قلت لكم إن هي أسطورة الحب الأولى، كمان كان هذه الأسطورة بتوضح قد إيه الزوجة بتضحي من أجل زوجها. كمان إيزيس وأوزوريس أصبحوا آلهة محبوبين عند الشعب المصري، وابنهم حورس كان محبوب أيضا، وقصة إيزيس وأوزوريس هي من أشهر القصص اللي كانت في الحضارة الفرعونية اللي بتتحدث عن الصراع بين الخير والشر. إمتى ظهرت أسطورة إيزيس وأوزوريس في التاريخ المصري القديم؟ هنلاقي ان بداية ظهور الأسطورة كده ظهر لنا مع نقوش موجودة على جدران الأهرام، ودي احنا بنسميها نصوص الأهرام، وهكلمكم عن نصوص الأهرام بس هوريكم صورة الأول للنقوش اللي مكتوب فيها أشياء عن أسطورة إيزيس وأوزوريس. يبقى وجدت أسطورة إيزيس وأوزوريس في البداية كده في التاريخ المصري على نقوش جدران الأهرام اللي بتسمى بنصوص الأهرام. طيب نصوص الأهرام دي هي ايه؟ ده نوع من أنواع الأدب ظهر عند المصريين القدماء نتيجة لاهتمامهم بالدين قوي وبالحياة الدينية. ابتدى الدين يطغى على الحياة الأدبية عندهم، فابتدوا ان هم يبدعوا ويبتكروا نوع كده من الأدب اسمه الأدب الديني. الأدب الديني كان بيختص بالمعتقدات الدينية. من أشهر أنواع الأدب الديني ده عندنا هو نصوص الأهرام. نصوص الأهرام كانت عبارة عن نقوش وكتابات بتنقش على جدران الأهرام. طب هي ليه بتنقش على جدران الأهرام؟ دي لتساعد المتوفي في عبور روحه إلى عالم الموتى. يبقى كانت مهمة النقوش والنصوص دي إن هي تساعد الميت إن هو روحه تقدر تصل إلى عالم الموتى، لأن المصريين القدماء كان عندهم معتقدات أو أفكار بتقول إن الروح وهي في طريقها لعالم الموتى هتقابل عقبات كتير، فكانوا بيكتبوا هذه النصوص على جدران الأهرام باعتبارها المقبرة اللي هيكون موجود فيها الملك علشان تساعده في إن هو روحه تعبر إلى عالم الموتى ويقدر إن هو يصل إلى الآخرة. هنتكلم بقى كده ونحكي قصة إيزيس وأوزوريس وهي كانت بتدور حوالين ايه. قصة إيزيس وأوزوريس عندنا هي بتبدأ الرواية بتاعتها زي ما قلتلكوا كده في نصوص فرعونية قديمة موجودة داخل الأهرامات لحماية الفرعون ومساعدته في الانبعاث. دي صورة بتوضح لنا بداية قصة إيزيس وأوزوريس. كيف نشأت القصة أو بدأت؟ بتبدأ بتزاوج الأرض والسماء. الأرض كان بيسمى الإله جب عند المصريين القدماء، أما السماء كانت بتسمى بالإلهة نوت. حصل إن الأرض والسماء تزوجوا، دي طبعا فكرة أو معتقد عند المصريين القدماء إن الإله السماء وإله الأرض
تزوجوا وأنجبوا 4 أبناء. الـ4 أبناء هنشوفهم دلوقتي كده على الشاشة، اللي هم إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. دول 4 أبناء تم إنجابهم من زواج السماء والأرض، اللي هو الإله جب والإلهة نوت. كان في مصر القديمة لا يوجد ما يمنع من تزاوج الأخ من أخته، كان عادي إن ممكن الأخوات يتجوزوا من بعض. فتزوج إيزيس وأوزوريس، وكمان تزوج نفتيس وست، يبقى الـ4 إخوات اتجوزوا من بعض. ست تزوج نفتيس وإيزيس تزوجت من أوزوريس. إيزيس وأوزوريس حكموا ملكهم أو العالم بتاعهم بشيء من الحب والخير، فانتشر عندهم الخير وحبهم الشعب المصري وأصبح ليهم شعبية كبيرة جدا، بعكس ست ونفتيس. ست ونفتيس حكموا العالم أو الملك بتاعهم بشيء من العنف، وابتدى الشعب المصري ينفر من حكمهم. حب المصريين لإيزيس وأوزوريس أثار الغيرة عند ست، وست ده هو أخو أوزوريس. فابتدى ست يفكر في مكيدة، عايز يعمل حاجة علشان يستولي بيها على ملك أوزوريس. ابتدى تتبادر لذهنه كده وتطلع لذهنه كده فكرة، الفكرة دي بتقول ان هو لو قتل اخوه أوزوريس هيقدر انه يستولي على ملكه، لان أوزوريس في هذه الفترة لم ينجب اطفال، فبالتالي مفيش وريث للحكم بتاعه. طيب ابتدى يعمل خديعة في أوزوريس، عمل حفل كبير جدا وعزم ودعا العديد من الآلهة والحضور، وأعلن عن أنه صنع تابوت من الذهب، والتابوت ده كان مصنوع على مقاس أوزوريس، لكن هو ما أعلنش كده، هو أعلن أنه صنع تابوت من الذهب، والتابوت ده هيطلب من الحضور أن هم يدخلوا ليه. اللي هيجي على مقاسه التابوت، التابوت ده هيكون جائزة له أو هيفوز به وياخد هذا التابوت. وابتدى يدعو الحضور إلى الدخول للتابوت. ابتدى الحضور يدخلوا واحد تلو الآخر. طبعا التابوت مش جاي على قد حد خالص، هو معمول على مقاس أوزوريس، لحد ما جه الدور على أوزوريس وطلب ست من أوزوريس الدخول إلى التابوت. دخل بالفعل أوزوريس التابوت، وأول ما دخل ست قفل على أوزوريس التابوت، وتم حمل هذا التابوت وألقاه في نهر النيل. طيب أما ألقاه في نهر النيل، هو كده افتكر أنه تخلص من أوزوريس، لكن ابتدى التابوت تتقاذفه أمواج نهر النيل حتى استقر عند مدينة بتسمى مدينة شبل. الصورة قدامنا أهي، صورة بتوضح لنا الغيرة والضغينة بين ست وما بين أوزوريس. الصورة اللي بعديها بتورينا إزاي أوزوريس دخل التابوت وكان التابوت على مقاسه. طبعا الصورة اللي قدامنا هي صورة إيزيس زوجة أوزوريس، الزوجة المحبة المخلصة لزوجها أوزوريس، مش هترضى أبدا إن الموت والغرق يكون هو نهاية لقصة حبها وزواجها من أوزوريس. فهتعمل إيه؟ هتبتدي إيزيس تطوف المدن المصرية وتعدي في نهر النيل بتدور على التابوت اللي موجود فيه زوجها أوزوريس. بالفعل هي هتلاقي هذا التابوت عند مدينة شبل، وهيكون بيتبعها ست عمال يراقبها كده من بعيد. أول ما هي هتحصل على التابوت وتلاقي التابوت، هيستولي عليه ست مرة أخرى، ونتيجة للغض والحقد والغيرة اللي موجود داخل ست، هياخد التابوت من إيزيس ويطلع جثة أوزوريس، ويتم تقسيم أو تقطيع جسد أوزوريس إلى 42 جزء. هنا هنقف عند ال 42 جزء، وهوريكم إزاي الأسطورة بتعكس الحياة المصرية القديمة.
ال 42 جزء دول هي إشارة إلى عدد الأقاليم المصرية القديمة. إحنا زمان خالص قبل ما تتوحد مصر على يد الملك مينا سنة 3200 قبل الميلاد، كان عندنا الأقاليم المصرية أو مصر مقسمة إلى 42 إقليم. يبقى ال 42 جزء دول هم إشارة للأقاليم المصرية. طيب، تم تقطيع الجسد 42 جزء، وبعدين ابتدى الست يرمي كل جزء من الأجزاء بتاعة جسد أوزوريس في إقليم من الأقاليم المصرية. طيب يا ترى ايه موقف إيزيس؟ هل هي هترضى برضو بالموت يكون نهاية لقصة زواجها وحبها من أوزوريس؟ طبعا لا، هتبتدي إيزيس ترجع تاني تلف على الأقاليم المصرية وتدور وتبحث في كل إقليم عن الجزء بتاع جسد أوزوريس، وتبتدي تجمع هذه الأجزاء، وهتستعين بإلهين عند المصريين القدماء. عندنا أول إله هتستعين به هو الإله تحوت. الصورة بس اللي قدامنا الأول بتوضح لنا الصراع ما بين أوزوريس وما بين ست، وإزاي إن هو قام بتقطيع جسده. تم تقطيع طبعا الجسد ل 42 جزء، والخريطة بتوضح لنا الأماكن اللي تم إلقاء الأجزاء فيها. صورة لإيزيس ومحاولتها تجميع جسد أوزوريس. طيب، هنلاقي إن إيزيس هتستعين بالإله تحوت. الإله تحوت عند المصريين القدماء كان بيعرف بإله السحر والشفاء. كمان استعانت بالإله أونوبيس. الإله أونوبيس هو إله التحنيط عند المصريين القدماء. تمكنوا الإلهين مع إيزيس بأن هم يعيدوا أوزوريس لفترة وجيزة للحياة مرة تانية. في هذه الفترة تم أن إيزيس قدرت أن هي تحمل من أوزوريس وتنجب طفل اللي هو حورس. طبعا هي سعت لهذا الإنجاب ولهذا الطفل علشان يسأر لأبيه أوزوريس. الأول بس عايزة أوضح لكم أن الإله أونوبيس هو إله التحنيط عند المصريين القدماء، ودي طبعا كانت عملية مهمة جدا من العمليات اللي عرفت في مصر القديمة. كمان هي بتدل على براعة المصريين القدماء في علم الكيمياء وعلم الطب. ليه؟ لأن المصريين القدماء كان عندهم اعتقاد أن الروح لازم ترجع مرة تانية للجسد بتاع المتوفي، بس علشان ترجع الروح لازم الجسد يكون سليم، فتم ابتكار عملية التحنيط دي علشان يحافظوا على أن الجسد يكون سليم وتقدر ترجع الروح إلى هذا الجسد ويرجع يعيش الحياة الأبدية اللي هي حياة الخلود بتاعتهم. نرجع لقصة إيزيس وأوزوريس. هنلاقي أن إيزيس قدرت أن هي تنجب الطفل حورس علشان يسأر لأبيه. ست دايما بيراقب إيزيس، هل هيرضى أن إيزيس تنجب هذا الطفل وتقويه علشان يطالب بملك أبيه؟ طبعا لا. حاول ست في العديد من المحاولات ان هو يقتل حورس من خلال انه كان بيرسل ليهم التعابين والافاعي علشان يصيبوا الشر، لكن إيزيس هنلاقيها انها هتستخدم السحر وتستعين تاني بإله السحر عند المصريين القدماء، وتبتدي ان هي تلقي بعض التعويذات على حورس علشان تحميه من شر عمه ست. هتقدر ان هي تربي حورس يعني تخليه يبقى انسان قوي علشان يقدر انه يسأر لأبيه. بالفعل هيكبر الاله حورس وهيدخل في معركة شديدة جدا مع عمه الاله ست. الصورة اللي قدامنا هي صورة للاله أونوبيس وكيف يقوم بعملية تحنيط وتجميع لجسد أوزوريس. صورة إنجاب الملكة إيزيس أو الإلهة إيزيس لابنها حورس.
هذه صورة بتدل على المعركة اللي هتدور بين حورس وبين ست. هيدخل حورس في هذه المعركة مع الإله ست، وبالفعل هينجح في ان هو ينتصر على ست، لكن هيفقد حورس عينه اليسرى. طيب وبعدين هنلاقي ان هيحكم على الاله ست بانه يحمل جسد اوزوريس الى قبره، وهيقوم حورس باقامه الحفل الجنائزي لابيه اوزوريس. كمان هيحكم على ست ان هو ينفى الى الارض الجرداء، وهيتم تقديم القرابين لاوزوريس من حورس، ومن ضمن هذه القرابين كانت عينه اليسرى اللي فقدها في معركته وفي صراعه ضد ست. وبالفعل هينجح حورس في انه يسترد ملك ابيه ويستولي على هذا الملك، ويعود ملك اوزوريس الى حورس، ويصبح حورس هو اله الموتى عند المصريين القدماء، ويصبح حورس هو إله الإحياء. يبقى أوزوريس أصبح هو إله الموتى، أما حورس أصبح هو إله الإحياء عند المصريين القدماء. دي ببساطة كده كانت القصة بتاعة إيزيس وأوزوريس. لكن لو جينا كده نحلل القصة دي مع بعض أو الأسطورة مع بعض، هنلاقي فيها الكثير من القيم والمعتقدات عند المصريين القدماء. أول حاجة احنا استخلصناها مع بعض الإشارة لعدد الأقاليم المصرية، فبتعكس لنا التقسيم الإداري بتاع المصريين أو مصر في هذه الفترة. كمان هنلاقي ان هي القصة بتدور حول الصراع بين الخير والشر، وكيف انتصر الخير على الشر، ودي قيمة من القيم اللي موجودة عند المصريين القدماء. كمان حتى ان الابن يسأر لأبيه ويقدم عينه كقربان او هدية لأبيه، بالرغم من ان هو متوفي، ده بيدل على حب الابناء لأبيهم واحترامهم ليه، برضو هي قيمة من القيم اللي عرفت في مصر الفرعونية. هنلاقي ان اسطورة ايزيس واوزوريس انتشرت وزاع صيتها حتى بعد انتهاء الحضارة الفرعونية، لدرجة ان احنا هنلاقي تأثر الفن في الديانات الاخرى اللي هتيجي بعد انتهاء الحضارة الفرعونية بقصة ايزيس واوزوريس. فهنلاقي كده صورة قدامنا، هي صورة لإيزيس وهي تحمل طفلها حورس وترضعه. في الاتجاه الآخر هنلاقي صورة للسيدة مريم العذراء وهي تحمل رضيعها، وطبعا كده بنلاحظ تأثر في الفن أو تشبيه للمرأة بصورة الإلهة إيزيس عامة إنها بترعى أطفالها وصغرها، وده كمان بيوضح لنا أو إشارة إلى دور المرأة المصرية كأم أو كزوجة. قصة إيزيس وأوزوريس أشارت لدور المرأة في كزوجة في إنها بتحافظ على زوجها وتحبه، تكون مخلصة له وتساعده في الحياة. بنلاقي كمان هي إشارة لدور المرأة كأم، إن الأم بيكون عليها تربية الصغار وتربية الأبناء ورعايتهم. مش بس قصة إيزيس وأوزوريس أو أسطورة إيزيس وأوزوريس هي اللي تحدثت عن دور المرأة كأم أو كزوجة، لأ، ده احنا هنلاقي في الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة العديد من المواقف اللي ظهرت فيها دور المرأة المصرية كأم وكملكة وكزوجة. فبنلاقي مثال لكده الملكة حتشبسوت، برغم من ان هي كانت اول الملوك النساء اللي بيحكموا مصر، الا ان هي قدرت ان يكون حكمها حكم مزدهر وقوي ولا يختلف عن حكم الرجال، احبها الشعب المصري وكان عصرها عصر استقرار وازدهار.
كمان بنلاقي دور المرأة بيبرز في موقف آخر زي موقف الملكة إياح حتب. الملكة إياح حتب ظهر دورها كملكة، وظهر دورها كأم، وظهر دورها كزوجة في موقفها وكفاحها ضد الهكسوس. بنلاقي ان هي كانت زوجة للملك سقنن رع، وبالرغم من ان زوجها استشهد في الحرب ضد الهكسوس الا ان هي شجعت ابنها الاكبر كامس على انه يدخل الحرب ضد الهكسوس، وبالرغم من استشهاد ابنها كامس شجعت وقوت ابنها احمس للدخول في الحرب ضد الهكسوس. فظهر دورها كملكة محبة لمصر، ظهر دورها كزوجة بتساعد زوجها في المشكلات اللي بتواجهه، ظهر دورها كمان كأم في رعاية وتشجيع أبنائها على القيام بمهامهم وحماية بلادهم وأرضهم. كده نكون احنا خلصنا أسطورة إيزيس وأوزوريس، أو خلصنا أول مصدر من مصادر التراث المصري القديم وهي الأساطير. طبعا موجود عندنا أساطير كتيرة احنا هنكملها في حلقات أخرى. هناخد دلوقتي مصدر تاني من مصادر التراث المصري القديم وهي المواقع الأثرية. عندنا كده كلمات مقصورة عن العالم شامبليون اللي قال في: ما من شعب قديم أو حديث صور فن العمارة على نحو عظيم وجليل كالمصريين القدماء. العالم شامبليون بالمناسبة هو العالم اللي استطاع فك رموز حجر رشيد، ومن خلال فك رموز حجر رشيد تم اكتشاف التاريخ المصري القديم، وتم معرفة الحياة عند المصريين القدماء. مصر طبعا مليئة بالعديد والعديد من المواقع الأثرية. لو جينا شفنا كده المواقع الأثرية اللي موجودة في مصر، هنلاقي ان مصر عدى عليها فترات زمنية وعصور تاريخية كتيرة. كل هذه العصور خلفت لينا مجموعة من المواقع الأثرية اللي نقدر من خلالها ان احنا نعرف ونستقي التراث المصري بتاعنا. من ضمن العصور التاريخية اللي عدت على مصر كانت أول حاجة الحضارة الفرعونية، وطبعا موجود عندنا مواقع أثرية كتير جدا خاصة بالحضارة الفرعونية زي عندنا منطقة أبو الهول وسقارة وغيرها من المعابد اللي موجودة في مصر. بيجي بعديها فترة التاريخ اليوناني والبطالمة، وبنلاقي العديد من الآثار اللي بتدل على هذه الفترة الزمنية، من أشهرها طبعا مكتبة الإسكندرية. بيجي بعد كده الرومان، وبنلاقي إن موجود عندنا برضو آثار رومانية كثيرة موجودة في مصر، وإن كان بتتركز في مدينة الإسكندرية باعتبارها كانت العاصمة في هذه الفترة. من أشهر طبعا المواقع الأثرية اللي موجودة وتخص الفترة الرومانية في مصر هو المسرح الروماني. موجود عندنا كمان الحقبة القبطية، ودي بتبدأ بدخول المسيحية إلى مصر. بنلاقي العديد من الآثار القبطية اللي موجودة في مصر زي كنيسة أو دير سانت كاترين والكنيسة المعلقة. كمان هنلاقي بعد كده فترة التاريخ الإسلامي ودخول الإسلام إلى مصر على يد عمرو بن العاص، وفي هذه الفترة هنلاقي العديد من فن المعمار والعديد من المواقع الأثرية اللي برضو بتعكس لينا الحياة وبتعكس لينا العادات والتقاليد والتراث المصري في هذه الفترة. هنلاقي عندنا مدن كتيرة أسسها المسلمين في مصر، منها طبعا مدينة الفسطاط والعسكر وغيرها من المدن الكثيرة. كانت من أشهر المدن اللي تم بنائها بعد دخول الإسلام إلى مصر وظهور الدول المستقلة هي عاصمتنا الآن مدينة القاهرة. ودي الموقع الأثري اللي احنا هنتكلم عليه ونقدر كده من خلاله نعرف
بعض المعلومات اللي موجودة عن التراث المصري. نبتدي كده بمدينة القاهرة. مدينة القاهرة هي أحد المدن المصرية اللي بنيت في فترة العصور الإسلامية. هتبدأ تظهر مدينة القاهرة مع دخول الفاطميين إلى مصر، يعني هي بتخص الدولة الفاطمية أو أنشئت على يد الدولة الفاطمية. طب تعالوا الأول كده نرجع بس بفترة زمنية بسيطة ونتكلم عن الفترة بتاعت الدولة الفاطمية، كيف نشأت وكيف بدأت. بنلاقي إن الدولة الفاطمية بدأت في بلاد المغرب، تم وضع نواة كده للدولة الفاطمية في بلاد المغرب، ابتدت تنشأ هذه الدولة في بلاد المغرب. وبعدين ابتدى الفاطميين يتطلعوا ان هم يتجهوا نحو الشرق، كان من اقرب الاماكن ليهم هي مصر. طيب هم بس كانوا عايزين يستولوا على مصر عشان هي اقرب الاماكن ليهم؟ لا، ده كان عندهم سببين تانيين. اول حاجة ان مصر كانت تابعة للدولة العباسية، كانت في الفترة دي مصر تحت حكم الدولة العباسية. طيب ايه كمان؟ ده الدولة العباسية هي عدو للدولة الفاطمية، او في تصارع وحروب ما بينهم، فكان الفاطميين بيحاولوا ان هم يستولوا على مصر، دي اول حاجة، لان هي ضمن املاك الدولة العباسية. بس عشان كده لا، تاني سبب خلى الفاطميين يحلموا بالدخول الى مصر ويكون ده شغلهم الشاغل هو ثروات مصر، خيراتها، موقعها الجغرافي، تاريخها العظيم. يبقى علشان كده فكر الفاطميين في الدخول الى مصر. طيب يا ترى الفاطميين نجحوا في الدخول الى مصر؟ احنا هنلاقي في البداية ان الفاطميين قاموا باربع محاولات للدخول لمصر، ثلاث محاولات فشلوا، المحاولة الأخيرة أو الرابعة بس هي اللي نجحت. طب إيه هي المحاولات دي وتمت في عهد مين؟ هنلاقي أول محاولتين بدأت في عهد الخليفة المهدي أبو محمد، ده أحد الخلفاء الفاطميين، ابتدى يتجه نحو مصر ويفكر في الاستيلاء على مصر، لكن بتفشل المحاولتين اللي قام بيهم الخليفة المهدي أبو محمد. يجي محاولة ثالثة في عهد الخليفة القائم بأمر الله، برضو هتفشل هذه المحاولة في عهد الخليفة القائم، لكن هتنجح المحاولة الرابعة ودي في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي هيقرر انه يرسل جيش بقيادة جوهر الصقلي الى مصر، وهيستطيع ان هو ينجح في الاستيلاء على مصر، وبنجاحه في الاستيلاء على مصر هيبتدي في انه يؤسس مدينة القاهرة. مدينة القاهرة زي ما احنا شايفين كده انها هي اكثر مدن الشرق اللي كتب عنها الكتاب والتاريخ القديم، اطلق عليها جوهرة الشرق. طبعا هي نشأت على يد جوهر الصقلي لما نجح في هزيمة الإخشيديين اللي كانوا مسيطرين على مصر في هذه الفترة، وبنى مدينة القاهرة على شكل مربع وأحاطها بسور ضخم كبير. السور ده كان موجود في أربع أبواب، أو تم بناء أربع أبواب في البداية، اللي هما النصر وزويلة والقوس والفتوح. بعد كده تم زيادة عدد هذه الأبواب. في نهاية عصر الدولة الفاطمية زاد عدد هذا الأبواب، وأصبح إنشاء الأبواب هو نهج وتقليد عند باقي الحكام اللي جم بعد الدولة الفاطمية، وكان أشهرهم صلاح الدين، أنشأ العديد من الأبواب حول مدينة القاهرة. من أشهر الأبواب اللي أنشأها كان باب السلسلة. بس تعالوا نتكلم عن سور القاهرة الأول بشيء من التفصيل. سور القاهرة كان يعني مكون من أربع أضلاع، كل ضلع كان بيصل طوله إلى 1200 ياردة،
أسست مدينة القاهرة على مساحة 340 فدان، وأنشئ فيها العديد من الأبواب. الصورة طبعا اللي قدامنا هي صورة لتوسعات الدولة الفاطمية ومحاولتها الاستيلاء على مصر. هنلاقي أن الجوهر السقلي حينما بدأ في إنشاء مدينة القاهرة قرر أنه هو أول شيء يبنيه كان القصر، القصر اللي هيسكن فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وأسس هذا القصر على نحو 70 فدان، كانت مساحته كبيرة جدا. بعد كده ابتدى في تأسيس باقي المدينة. القاهرة تم إنشائها سنة 969 شمال مدينة الفسطاط، تم تأسيسها على نحو 3 سنوات. في البداية أطلق عليها جوهر السقلي اسم المنصورية، بعد كده جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وجعلها عاصمة للبلاد وغير اسمها إلى مدينة القاهرة. عايزة بس أقول لكم أن اسم المنصورية هو اسم لمدينة برضو أنشأها جوهر السقلي في بلاد المغرب لما أسس الدولة الفاطمية، لأن هو كان القائد العسكري اللي قام بالمجيء إلى مصر وإنشاء مدينة القاهرة، فهو أسماها باسم المنصورية. لكن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بعد كده غير اسمها إلى مدينة القاهرة. ويمكن العديد من الكتاب في التاريخ اللي وضحوا أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي خلى اسم القاهرة كان اسم جديد لم يذكر سابقا، بعكس جوهر السقلي اللي كان متأثر بالأسماء اللي موجودة في المغرب، ودللوا على كده بأن موجود في المغرب باب برضو بيسمى أو بابين بيسموا بباب زويلة، لكن المعز لدين الله الفاطمي غير هذه العاصمة أو اسم هذه العاصمة إلى القاهرة، وقدم إلى القاهرة سنة 973 واستقر فيها. هنلاقي عندنا العديد من الأبواب دي اللي احنا بنستقي منها التراث المصري. هذه الأبواب طبعا تم إنشائها في عهد الدولة الفاطمية. أول باب عندنا زي ما احنا شايفين كده هو باب زويلة. باب زويلة سمي بهذا الاسم نسبة لقبيلة من البربر كانت موجودة في شمال إفريقيا. هذه القبيلة انضمت لجيش جوهر السقلي في أثناء قيامه باحتلال القاهرة، وتم تسمية هذه المنطقة باسم زويلة لأن البربر سكنوا هذه المنطقة، أو الطائفة دي من البربر سكنوا هذه المنطقة. كمان بنلاقي أن باب زويلة بيذكر في حادثة تاريخية مهمة جدا اللي كانت احنا سامعين عنها كتير، وهو اجتياح المغول للعالم الإسلامي. بنلاقي ان ذكر باب زويلة اثناء اجتياح المغول للعالم الإسلامي، فطبعا بعد ما دمروا مدينة بغداد وبعد ما قتلوا الخليفة العباسي المستعصم ابتدوا ان هم يتجهوا نحو القاهرة، فأرسل قائد المغول رسل إلى سيف الدين قطز وحاكم مصر في هذه الفترة بيطلب منه تسليم القاهرة، وإلا سيحدث في القاهرة أو سيحدث في مصر ما حدث في بغداد، هيتم حرق القاهرة زي ما حرقوا بغداد وهيقتلوا الحاكم. لكن قطز كان عنده جزء كبير من الشجاعة و استقبل هذه الرسالة بشيء من الشجاعة وأمر بقتل رسل المغول وتعليق رؤوسهم على باب زويلة، فتم ذكر باب زويلة في هذه الحادثة التاريخية الشهيرة. يبقى من أشهر الأبواب عندنا كان باب زويلة. موجود عندنا باب آخر وهو باب النصر. باب النصر هو بني من الأحجار اللي بترجع إلى العصور الفرعونية، ويمكن إحنا لو قربنا شوية من الباب هنلاقي بعض النقوش الفرعونية موجودة على باب النصر. باب النصر كمان
سمي بهذا الاسم. ليه؟ لأن كانت بتعبر منه الجيوش العائدة من الحروب منتصرة. يعني لو جيش خرج من مصر علشان يحارب، الجيش ده وهو راجع منتصر كان بيعدي من هذا الباب، فسمي بباب النصر. موجود عندنا باب آخر وهو باب الفتوح، وباب الفتوح هو من أشهر الأبواب اللي موجودة في مدينة القاهرة، بناه جوهر استقلي، لكن هذا الباب تعرض لبعض الدمار فتم إعادة بنائه وترميمه على يد بدر الدين الجمالي. سمي باب الفتوح بهذا الاسم لأن كانت بتخرج منه الجيوش الخارجة للفتوحات الإسلامية والحروب. يبقى الجيش اللي خارج للفتوحات الإسلامية كان بيخرج من باب الفتوح، أما الجيش اللي كان بيعود منتصر كان بيعدي أو بيمر من باب النصر. يبقى باب الفتوح هو الباب اللي بتخرج منه الجيوش إلى الفتوحات والحروب. في طبعا حاجة في التراث المصري القديم وهي قصة ضريح سيدي الذوق. قصة ضريح سيدي الذوق بترتبط بباب الفتوح. هنلاقي عند باب الفتوح كده بالقرب منه موجود ضريح بيسمى بضريح سيدي الذوق. ده كان ضريح يخص رجل تقي وورع، وكان رجل يحب المصريين. هذا الرجل كان بيعرف باسم الذوق، وكان هذا الرجل بيقوم بحل المشكلات اللي بتواجه سكان هذه المنطقة. لكن في فترة من فترات التاريخ هذا الرجل عجز عن حل بعض المشكلات اللي واجهت الأشخاص اللي موجودين في هذه المنطقة، فحزن حزن شديد وقرر أنه يخرج من مصر. أثناء خروجه من مصر توفي وهو بالقرب من باب الفتوح نتيجة لحب المصريين ليه، ولأنه رجل تقي وورع تم بناء ضريح ليه موجود بالقرب من باب الفتوح وسمي بضريح سيدي الذوق. ويمكن احنا عندنا مقولة شهيرة قوي دايما نسمعها ان الذوق ما خرجش من مصر. الذوق ما خرجش من مصر دي كناية على ان الراجل التقي الورع اللي اسمه الذوق ما خرجش من مصر وفضل عايش وتوفي فيها. كمان دي كناية عن ان الشعب المصري بيتمتع بالذوق والاخلاق والكرم. موجود عندنا أبواب أخرى في مصر أثناء الدولة الفاطمية وما تلاها من دول أخرى، زي باب القراتين أو باب المحرق أو بيتقال عليه برضو باب المحروق. باب القراتين أو باب المحرق سمي بهذا الاسم لأن بيقال إن المماليك قاموا بحرق هذا الباب وتدميره عندما وصل إلى مسامعهم مقتل قائدهم أقطاي، فقاموا بحرق هذا الباب ولذلك سمي بباب المحرق. موجود عندنا العديد من الأبواب الأخرى زي باب الشعرية وباب السلسلة وغيرها من الأبواب اللي احنا بنقدر نستقي منها التراث المصري القديم. لسه هنكمل في حلقات تانية مصادر الوعي الأثري ومصادر التراث المصري، وهنعرف قصص وحكايات عن بلدنا الحبيبة مصر، ونعرف معلومات كتيرة جدا عن تراثنا المصري في حلقات قادمة. في نهاية حلقتي بحب أشكركم ويا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.